كان كلب يحرس أغنام عائلة في الصحراء من الذئاب، فجاء أحد السفهاء وقتله. أبلغ الأبناء والدهم فأشار لهم إلى قتل من قتل الكلب. فكروا بأمر أبيهم وقالوا: لقد كبر الرجل وأصابه الخرف، كيف يقتل رجل بكلب؟ بعد ذلك هاجم اللصوص مضاربهم وسرقوا الإبل والغنم، ففزع الأبناء ثانية إلى أبيهم: أدركنا يا أبتاه، ماذا نفعل؟ فرد عليهم: اقتلوا من قتل الكلب. تيقن الأبناء أن أباهم قد جن، نحدثه عن أرزاقنا ورأسه منشغل بقاتل الكلب. بعد أسبوعين اختطف قاطع طريق من قبيلة مجاورة إحدى بناتهم وسباها، فعادوا مجددا إلى الشيخ: أنت كبيرنا ولا نخوض حربا دون أمرك، ماذا نفعل وقد سبيت ابنتك؟ ولم يسمعوا منه إلا نفس الجواب: اقتلوا من قتل الكلب. فقال كبير الإخوة: سأفعل ما يأمر أبي. قام إلى سيفه وجعله في رأس قاتل كلبهم وفصله عن جسده لينتشر الخبر بين القبائل. فقال سراق ماشيتهم: إن كان هؤلاء قد قتلوا رجلا بكلب، فما عساهم يفعلون بنا وقد سرقنا حظائرهم؟ فتسللوا ليلا وأعادوا الدوام. أما القبيلة السابية لابنتهم فأرجعت البنت إلى أهلها وخطبتها لابن شيخهم. عندها أدرك الأبناء حكمة الشيخ العجوز. وفي رواية أخرى: قتل قطاع الطرق شيخ القبيلة وفرسانها ونصبوا كلبها حاكما عليها، فتحول الكلب من حماية الديار إلى حماية السراق والسبات.